ما أصل الأذان الثالث يوم الجمعة؟ يعني الأذان الثالث الذي كان عمر عثمان يرسل رجلا مؤذنا يؤذن على الزوراء في السوق لإخبار أهل السوق باقتراب وقت الجمعة. والأذان الذي بعد ذلك هو الأول إذا صعد الإمام المنبر، الأذان الثالث هو الإقامة. فالأذان الإقامة معروف، لكن الأذان الأول إذا كنت تقصد الأذان الأول، أول أذان الذي زاد عثمان رضي الله عنه.